انا عندي بنتي عندها 4 سنين ما بتاكلش خالص والله العظيم بجد، وجايبه لها دواء فتح شهيه بس مش عامل معاها حاجه. ايه اللي انت جايبه لها؟ جايبه لها ايه فاتح للشهية؟ استنى اوريك، عشان هو اسمه بالانجليزي وانا مش بعرف اقرا انجليزي. تمام. ده سانسوفيت. تمام. بس مش عارف اقرا خالص. المهم خلينا في النقطة بتاعتنا، احنا دلوقتي بنتكلم عن سانسوفيت اكراز فيتامينات عشان يفتح الشهية عندنا شوية. بس انا برضو في البداية لو انا مثلا وليكن بتكلم عن فتح الشهية، لابد ان احنا نعرف السبب. يعني انا المهم اعرف السبب اللي عندي بنتي ايه. ما هو انا ممكن بنتي يكون عندها ديدان هي اللي مسببه لها فقدان في الشهيه، فلابد ان احنا نعالج الديدان. طب ممكن يكون الانيميا هي السبب فيه، ممكن الانيميا هي السبب في بس هي فقدان الشهيه. ماشي ماشي. ما عندهاش ما اكس، عندهاش ديدان. كل الاطفال عندهم ديدان. اعمل لها تحليل يا بكره سلام، الصبح، كل الاطفال عندهم ديدان. روح اعمل لها تحليل هتلاقي عندها ديدان. روح اعمل لها تحليل الصبح، روح اعمل اجيب لها لها، اجيب لها ايه يعني؟ اجيب لها شربة؟ بيقولوا لي الديدان شربة. إيه. لا الاول الاول تعملي لها تحليله براز عشان تعرفي نوع الديدان اللي موجود عندها ايه، ونحدد لها بالظبط النوع اللي هتاخده بناء على النوع اللي موجود عندها. لكن اعمل لها تحليل الاول عشان اعرف النوع اللي عشان تاخده ايه. لان الديدان سبب في النحافه. لو عملنا تحليله الديدان وما طلعش عندها حاجه، بس يفضل تحليله الديدان يكون تحليله البراز تكون لعينه صباحيه. لون الغاز في هذا وفي في 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 انا عملت لك متابعة ماشي. الله يحفظك. يبقى اول حاجه بنعمل تحليله براز لعينه صباحيه. بنعمل حاجه تانية، بنعمل تحليله بنعمل تحليله صوره دم كامله عشان نتاكد ان هي ما عندهاش انيميا، لان تلقائيا اصلا لو عندها ديدان الديدان بتسبب لها انيميا. وكل الاطفال برضو عندهم ديدان. يعني الحاجه الاساسيه اللي بتلاقيها عند الاطفال الديدان والانيميا، حاجتين تلاقيهم في كل العيادات. تمام. فضروري جدا ان احنا نعمل برضو تحليله الانيميا. نعمل تحليل براز، تحليل انيميا. الانيميا اللي هي صوره دم كامله، بنسميها صوره دم كامله عادي في انواع. ربنا يحفظك يا مريم. يبقى تحليلة براز وتحليلة صورة دم كاملة. بنعمل تحليل صورة دم كاملة. دوم التحليلتين دول يعمليهم وشوف ايه السبب ممكن اللي موجود عندها. افهمك حاجة، المالتي فيتامين، الفيتامينات بشكل عام بتنشط العمليات الحيوية في الجسم كله، وكنتيجة لتنشيط العمليات الحيوية في الجسم كله بتبقى دافع قوي جدا ان الواحد يجوع وياكل. لكن انا بكلمك دلوقتي عن حاجه متخصصه. بصي، في دواء بنسميه يكون متخصص في شيء معين، يعني دواء بيكون متخصص في شيء معين وبيشتغل على الحاجه دي بالظبط وبيخش يشتغل الحاجة دي عليها. بس. وفي حاجه بتبقى عامه ممكن اي حد ياخدها. يعني مثلا وليكن أي. مالتي فيتامين اللي موجود معاكي مثلا، ده مالتي فيتامين او بنسميها فيتامينات فيتامينات ومعادن. الفيتامينات والمعادن بشكل عام ان هي بتنشط العمليات. ربنا يخليك يا زاهيه، ربنا يسعدك يا رب، وشكرا على القلوب الجميله، ربنا يسعدك. مثلا بتلاقي مثلا وليكن المالتي فيتامين ده بيشتغل، هو تلقائيا اي مالتي فيتامين لو خدتيه ممكن يجوع الطفل شويه ويخليه ياكل يعني. بس ده مش متخصص بس هو كمثلا. لونه بيغير، لونه بيغير صح؟ ايه اللي لونه بيغير؟ مش فاهم. هو ده اول ما تحس لما قعد وبتديها منه انا حاطاه في الثلاجه بحس لونه بيغير بيغمق. اللي هو اللي عندك ده صح؟ اللي عندك ده لونه بيغير صح؟ ما هو في حديد. ما الحديد عشان عشان الحديد. كده لونه بيتغير يعني. ايوه عشان الحديد. ولو غير ما تستعملوش تاني بقى خلاص. يعني لو هو انت طلعتيه مره وسبتيه مره وكذا مره وبتاع ولونه غير، لا ما تستعملوش تاني. تمام. عامله بالظبط زي التفاحه، كلي قربة منها وسيبها بره، ايه اللي هيحصل؟ هتسود من بره، بيحصل لها حاجه اسمها اكسده. اصل الحديد بس بيتاكسد. انا حطاكوا الكلام والله ما لو انت ممكن مثلا تاخدي بطرف لسانك كده تشوفي طعمه، هو نفس الطعم اللي موجود عادي، ما تخافيش يعني، مش هيعمل لك حاجه يعني، فيتامين من الاخر يعني. يعني بالنسبه لك يعني بالنسبه لك ما فيش مشكله يعني. ممكن تدوقيه كده، لقيتي فيه اي طعم مغير عن الطعم الاصلي اللي هو فيه او كده، يعني لو مغير على الطعم الاصلي مش تديهولها. لقيتيه هو نفسه ومكتوب ورا الاكسباير بتاع الدواء، الاكسباير بتاع الدواء يعني يعني اكسباير في يعني انتهاء الصلاحيه، اكسباير عن انتهاء الصلاحيه. انتهاء بدل الصلاحية. لا لسه بدري انتهاء الصلاحية. خلاص تمام. ما انا شفته برضه، ما انا شكيت كده على فكرة، بقول له انا شكيت في كده. لا بصيت لقيت لا متو صحيح بدري. تمام. بس يبقى انت خلاص، انت ممكن بس زي ما قلت لك كده ممكن تاخدي معلقه منه وتشوفي طعمه مستساغ بالنسبه للطفل، لان السانسوفيت ده طعمه حلو جدا بالنسبه للطفل، طعمه حلو جدا ده اللي انا ما اتذكره يعني. حبيته فعلا. لانه هو ايوه طعم، يا حبيبي. لانه هو عامل زي العصير كده بالظبط. فالطفل بيفتكره عصير فبيشربه. لكن لو طعمه اتغير، لا يبقى فيه حاجه دخلت خليته يعني يحصل مشكله عندنا. فاهمه؟ فبس يعني، فهو ده اللي انا بس يعني لو من نصيحه، يعني لو من نصيحه انا بديها لك،
عادي ممكن مش ما مش يعني السانسوفيت ده ممكن تدنك مواظبه عليه عادي، ممكن كفاتح للشهيه ما فيش مشكله بالنسبه لنا استعمليه ما فيش مشكله. بس لو عايزه مثلا وليكن حاجات تانية، والله ممكن في حاجه انا ما كنت في مصر كنت بوصفها بشكل مستمر، اللي افضل حاجه ايه كنت اقول لهم حاجه اسمها الشوكو منستر، عباره عن اكياس كده زي الشوكولاته بتتحط على كوبايه لبن او حليب او وتتقلب مثلا مع معلقه عسل نحله او حاجه معينه ويتشرب الطفل يفكر ان انت جايبه ايه له. الشوكولاته الحبيبات المدوره دي؟ لا 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 الشوكولاته الحبيبات لا المدوره لا لا لا، عباره عن اكياس صغيره كده، الاكياس دي موجوده في علبه كده زرقاء، العلبه دي فيها حوالي 30 كيس او مش فاكر بالظبط 17 كيس 20 كيس في الحدود ديت، بتاخدي الكيس وتحطيه مره في اليوم على كوبايه حليب وتخليها تشربه وتفهميها ان ده كاكاو او الشوكولاته اللي هي بتحبها او كده، فهي هتستسيغ طعمه، بس طبعا حليه بالعسل ولا حاجه علشان برضو طعمه يكون، لان هو عباره عن كاكاو بدون سكر يعني، فانت تقدري مثلا تحطي مثلا عسل او شيء معين ده في فاكهة شهية برضو كده يعني يعني هيغذيها. ده برضو نفس التركيبه بتاعت يعني تقدري تقولي قريب من تركيبه السانسوفيت اللي موجوده عندك، بس بقول لك اللي انا كنت بكتبه وانا يعني انا عارف الشوكو منستر وعارف السانسوفيت وعارف كل الاصناف اللي موجوده كنتيجه شغلي يعني. اي طبعا. فبس لكن هو نفس يعني السانسوفيت اللي عندك هو هو نفس الشوكو منستر، هو هو نفس الفرافير، وهو هو نفس يعني اصناف كتيره ده بس. بتحط على اللبن، ده بتحط لوحده كده. لكن انا حلو اللي على اللبن ده برضه، خليها تاخد لبن برضه حلو. برضه دي برضه ميزه. ربنا بس يخليك شرب ليا يا اللبن زاهيه، قوي. ربنا يخليك ليا يا زاهيه ويحفظك ويرفع قدرك يا زاهيه. يا سلام، الناس الطيبه والناس الجميله والناس الحلوه. بس يعني فهماني، بس يعني هو ده يعني دي لو نصايح دي فولو وهشوف الدنيا ايه وهرجع لك تاني برضه. ان شاء الله تعالى انا تحت امرك في اي وقت، ربنا يسعدك ويحفظك ويرفع ربنا قدرك. يرزقك يا رب. الله يخليك، وانت كمان ربنا يسعدك، يلا يومك سعيد، ربنا يحفظك، خلي بالك من نفسك واهتمي ببنتك وما تهتمي بيها وتكوني كويسه، انا هكون مبسوط وانت جايه المره الجايه وتقولي يا دكتور احمد بالفعل بنتي جسمها اتغير وحياتها اتغيرت يعني بفضل ربنا، انا هكون مبسوط يعني.